حلقة اليوم كانت أسطورية وجنونية بشكل غير طبيعي، حتى الكلمات لا تكفي لوصفها حرفيا، ودخلت تاريخ الأنمي وبقوة، وتفوقت الحلقة على جميع الحلقات السابقة لأنمي كيميتسو، ونفذ الرباعي هجومهم المتزامن ضد الشيطان جيوترو وداكي، وتوقعت أن نيزوكو سيكون لها الدور، لكن نيزوكو استهلكت معظم طاقتها البشرية حتى كادت أن تصبح شيطانة. المهم توقعت أن هذه الحلقة ستكون درامية أكثر، لكن لم يمت أوزوي وإينوسكي وزينتسو، بل كانوا ينتظرون اللحظة المناسبة لاستخدام ما تبقى من قوتهم. لذلك سأشرح لكم أهم الأحداث في هذه الحلقة، فبدون ما نطول بالمقدمة خلونا نبدأ. السلام عليكم، كونيتشوا مينا سان، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين وتكونوا بتم الصحة والعافية. بعدما سقط من أعلى المنزل، توقعت في الحلقة السابقة أن الصندوق بينكسر، بالأخص لما اعتذر تانجيرو لنيزوكو، لكن الصندوق انفتح فقط ولم تستيقظ نيزوكو. وعند سقوط تانجيرو حلم بأخته نيزوكو وهي تشجعه على الاستمرار وعدم الاستسلام، ثم استفاق واستيقظ تانجيرو من حلمه، بينما المنازل قد تدمرت بالفعل بسبب أحزمة داكي، لكن هذه المرة كان يخلو من البشر عدا أتباع أوزوي، وذلك بفضل زوجات أوزوي. وفجأة يظهر الشيطان جيوترو أمام تانجيرو، حيث جيوترو استفزه بأنه الناجي الوحيد من المأساة، بينما جميع أصدقائه ماتوا. وحاول زرع اليأس بداخل تانجيرو من خلال إخباره بأن إينوسكي تعرض للطعن وتأثر بالسم، لكن قلت لكم ليس من السهل أن يستسلم إينوسكي. بينما زينتسو أصبح عالقا تحت الركام وحطام المنازل ويواجه موته ببطء، بينما أوزوي فقد يده اليسرى بعد تعرضه للسم الذي في منجل الشيطان جيوترو، ثم انتقل أخيرا إلى أخته الشيطانة نيزوكو، خاصة لما عرف أنها أخته الصغيرة ومش قادر يحميها، وفوق كل ذلك هو الذي يحتاج إلى حماية أخته له. ووقتها قلت أن الكاتب والاستوديو لم يخطئ في استخدام قوة نيزوكو، بل جعل البشر هم من يتعاملون مع الشياطين حتى لا يقال كانت تحت حماية أخته. واستمر أوزوي في استفزازه لتانجيرو حتى أوضح له أنه تخلى عن منجله، وما زال تانجيرو عاجزا عن الحركة حتى كسر إصبعه، ويحاول أن يستفزه ليظهر مشاعر الغضب بداخله لكي يقتله إذا قام بالهجوم. واعتقد داكي وجيوترو تصرفاتهم تعكس معاملة أهلهم أو المجتمع الذي عاشوا فيه، ويقومون برد الدين عبر الانتقام من سكان حي يوشيرا الذي ربما ترعرعوا وعاشوا فيه. لكن تانجيرو لم يظهر أي مقاومة، لأن أي حركة خاطئة قد تكلف حياته، بل وسيفقد أخته نيزوكو أيضا. لذلك أخذها بعيدا وهرب ليستجمع أفكاره، وتصرفه كان سليم. وبينما تانجيرو كان يركض سقط ورمى نحو جيوترو أي شيء حوله من تمائم أو خشب أو حجر، حتى عثر بالصدفة على كوناي، وأدرك وقتها أنها تعود لهيناتسرو إحدى زوجات أوزوي، حيث تذكر أنه في نفس المكان الذي التقوا فيه مسبقا. ولما لاحظ أوزوي ندب تانجيرو طلب منه أن يصبح شيطان مقابل أن لا يقتل أخته نيزوكو، ولأنه ظل على قيد الحياة. وهذا الحدث ذكرني أيضا بشيطان أكازا اللي حاول أن يجعل رينغوكو شيطان ويصبح صديقين، بل وأيضا يتقاتلون مع بعض، لكن بالطبع تانجيرو رفض أن يصبح شيطان ثم نطحه. وعائلة تانجيرو مشهورة بالنطحات، وضحكني الإضافة الجانبية في نهاية الفيديو لما نطحت أم تانجيرو إينوسكي، وبنفس الوقت نفذ خطته الأخيرة، حيث استغل ثرثرة الشيطان وأدخل الكوناي التي تحمل السم المضاد للشياطين بجسد جيوترو. وطبعا جيوترو غبي عكس أكازا اللي بمجرد ما شاف تانجيرو ما تفلسف مباشرة قام بالهجوم للقضاء على الضعيف أولا، لكن أنقذه رينغوكو وقتها. ثم استخدم تانجيرو اللهب لقطع عنق الشيطان، ولما نادى داكي أخوها جيوترو وقتها تذكر تانجيرو أنه لو ظل هناك واستسلم لاستفزاز جيوترو كان سيفقد رأسه بمنجل أوغيموتو. وفي تشابه كبير بين داكي ونيزوكو، حيث كما نذكر كلاهما بكوا بشكل هستيري ولديهن أخ. لذلك توقعت في الحلقة السابقة أن هذه الحلقة بتكون تصفية قتال بين تانجيرو ضد أوغيموتو ونيزوكو ضد داكي، لكن للمرة الثانية تراجع الكاتب عن استخدام قوة نيزوكو للقضاء على الأقمار العليا. وفي المرة الأولى كان في أرك القطار، حيث أقصى ما قامت به نيزوكو هو حماية البشر، وحتى لو صار تانجيرو شيطان كان سيكون كأنه تخلى عن حلمه ليصبح هاشرة، بل وأيضا كان سيقتلان هو ونيزوكو من قبل الهاشرة.
ثم أجهز تانجيرو على جيوترو وكان قريبا من فصل رأسه من الخلف. وبنفس الوقت أدرك زينتسو أنها اللحظة المناسبة، ثم استخدم زينتسو سرعة وميض البرق شكل الأول ليخرج من تحت الأنقاض، ثم استخدمها مجددا على الداكي ليفصل عنقها التي حولته لحزام لين. ولم تستطع الداكي مجاراة سرعته حتى أنشق نصف رقبتها، وسرعة وميض البرق استنزف طاقة زينتسو بشكل كبير حتى تشققت ساقه. بينما جيوترو كان في حالة ضعف بسبب الكوناي وضعفت قوته بشكل كبير، لكن دمائه الشيطانية مميزة بشكل عجيب حيث كانت تحمي رقبته، وإلا كان سينفصل رأس جيوترو مسبقا. وبعد خروج الكوناي من جسده استعاد عافيته وقوته الكاملة، ثم استمر الهجوم بدمائه ومنجله بينما جسده يستعيد عافيته تدريجيا. وفجأة ظهر أوزوي خلف جيوترو وأنقذ تانجيرو. وتتذكرون لما كان يقاتل أوزوي مع جيوترو، وقتها فقد أوزوي توازنه وقوته بسبب الكوناي التي تحمل السم، حتى أدى ذلك لفقدان يده اليسرى. أيضا أوزوي هو هاشر الصوت ويستطيع سماع الإيقاع الذي حوله، واستخدم قدرة الصوت ليعرف إلى أي مرحلة وصل السم من خلال حركة دمائه. ثم أدرك أن السم انتشر في معظم جسده واضطر لإيقاف عضلة قلبه حتى يمنع شرايينه من إيصال الدم مؤقتا. طبعا أنا مهندس مش طبيب، وهذه كلها تحليل هندسي طبي وتوقعات مني. وبعدما أوقف أوزوي قلبه أكد الشيطان جيوترو تماما أنه مات، حيث قلبه توقف عن الحركة، واضطر أوزوي لذلك حتى ينتظر اللحظة المناسبة للقضاء على أوزوي، وحتى لا يصبح موته دون جدوى إذا مات طبعا. وبخصوص يده المقطوعة في احتمالين، يا إما جيوترو قطعه في وقت انهيار أوزوي وسقوطه بسبب تأثير السم، أو ربما قطعها أوزوي بنفسه ليوقف قلبه ويخرج الدم المسموم من جسده. لكن الاحتمال الثاني أضعف، لأن أوزوي يحتاج لقطع يده قليلا ليخرج السم مش يبترها تماما، لذلك يصبح الاحتمال الثاني مستبعد. وأوزوي حفظ مسبقا إيقاع هجوم الشيطان وتصدى لكل هجماته حتى أنه لم يفقد مهاراته في السيافة. وجيوترو منصدم، لكن استمر أوزوي في الهجوم حتى أصبح كلاهما بنفس سرعة الهجوم، وكل منهم يستعمل أقصى طاقته. لكن أوزوي لم يكرر نفس الخطأ الذي قام به رينغوكو، بل ومدرك أنه لن ينتصر لوحده في هذا القتال، لذلك أخبر تانجيرو الذي يجاري سرعتهم أن يهاجم الشيطان من الأعلى ليصل لعنقه بينما هو يتعامل مع الهجوم السفلي. ثم استخدم تانجيرو ما يفوق طاقته وتغيرت علامة جبهته حتى أصبح بنفس مستوى هاشر اللهب الأول لكن للحظة، وهذا يعني أن تانجيرو تفوق على دماغ جيوترو حتى أصبح بنفس قوة الهاشرة. ومن الناحية الأخرى كان زينتسو يتعامل مع داكي، لكن قوته تخار وتضعف تدريجيا. ثم ظهر إينوسكي، وكما ذكرت في الحلقة السابقة إينوسكي لم يتلقى الطعن في قلبه وهذا صحيح، لكن اللي غفلت عنه هو أن جسد إينوسكي مرن ويستطيع تفكيك عضلته كما قام بذلك مسبقا للوصول ليحزم الداكي. وليس جسده مرن وحسب، بل أعضائه الداخلية أيضا مرنة ويستطيع تغيير موقع أي عضو في جسده. لذلك عندما هاجم جيوترو عليه من الخلف، أقصى شيء سواه هو أنه أزاح قلبه قليلا حيث تحكم بعضلاته ليزيح قلبه من مكانه. وأوزوي وإينوسكي متشابهين لحد كبير في أشياء كثيرة، مثل شعبيتهم بين النساء، أقصد متشابهين في التحكم بعضلاتهم. وحتى هو وأوزوي ترعرعوا في مناطق خطرة جعلت منهم أقوياء جسديا، حيث عائلة الشينوبي عندهم تجارب مع السم حتى صار جسدهم يقاوم السم. ولا تعني المقاومة بأن يتخلص من السم، بل ينتشر السم في جسمهم ببطء من خلال التحكم بأعضائهم الداخلية. وبالمثل لإينوسكي الذي عاش في الجبال، والشيء العجيب بإينوسكي هو أنه هذه ثاني مرة ينجو فيها من هجوم شيطان من الأقمار العليا، حيث أن إينمو سابقا حاول استخدام فن التنويم عليه لكن ما عرف وين عيونه بالتحديد بسبب القناع الذي يرتديه. عودة للأحداث، تمكن إينوسكي وزينتسو وتانجيرو في فصل رأس داكي وأوجيموتو بنفس الوقت بهجوم متزامن حتى طار رأسهم، وصار كأنه التقاء بين كرة بيسبول وكرة تنس، حتى أن الشيطان جيوترو استعاد عينه. بينما زوجات أوزوي كانوا سعيدين بموت الشيطانين وانتصار أوزوي وأتباعه،
لدرجة أن من شدة الحماس قالت ماكيو اللي هي ناتسورو خذي نظرة من قبرك. تانجيرو مقاومته للسم أضعف لأنه عاش بين الثلوج عكس أوزوي وإينوسكي اللي عاشوا بين الجبال. وبنفس الوقت هي ناتسورو وأوزوي شعروا أن القتال لم ينتهي بعد، لكن كان الوقت متأخر للهروب. واستخدم أوجيموتو قوته المتبقية لتدمير جسده وما يحيط حوله حتى تسببت دمائه في مسح منطقة بأكملها، أو ربما أدت لتدمير حي يوشيورا تماما. وهكذا انتهت الأحداث. وحلقة اليوم كانت جدا رهيبة وعظيمة لدرجة أني فصلت من الحماس، مع أني من النوع الهادي اللي ما يبدي أي ردة فعل على أي شيء. وتقييم حلقة اليوم يستاهل 10 من 10. وأيضا بقيت حلقة أخيرة للأنمي الأسطوري، وستكون مدة الحلقة 48 دقيقة، كأنها دمج لحلقتين في حلقة. أيضا اذكروا لي آراءكم ومقترحاتكم بالتعليقات، ولا تنسوا أيضا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الفيديوهات القادمة. كان معكم روكورو، والسلام عليكم.